السلام عليكم، أهلا بيكم في ثقة في نفسك. هنعمل مع بعض النهاردة عيش السرايا بطريقة بسيطة. هنعمل الأساس بتاعه بالتوست إن شاء الله. الطريقة تكون بسيطة وتعجبكم. في البداية هنعمل الكريمة اللي هنحطها على الوش. الكريمة دي هنعملها في البيت، بنسميها القشطة العربي. عبارة عن 3 كوبايات حليب، عليهم 3 معالق خل كبار، وبعدين هولع عليهم نار هادية وأقلب. دي طريقة عمل الجبنة القريش. القشطة العربي بتبقى عبارة عن مكونين: جبنة قريش زائد مهلبية. تمام، زي ما احنا شايفين كده، بعد ما مرور وقت وهي على النار اللبن بيبدأ يفصل، فبتبدأ الجبنة تفصل بالشكل ده. هنبدأ نصفيها بالطريقة اللي احنا عايزينها ونحطها في طبق تاني، وبعدين المية المتبقية دي هنحتفظ بيها، نستخدمها في العجين أو نستخدمها في البشاميل. نصفي الجبنة كويس ونحطها على جنب. نيجي بقى نعمل المهلبية. 2 كوباية حليب، عليهم 2 كبار سكر أو حسب الرغبة، وبعدين هنضيف 2 كبار نشا، من 2 لـ1.5 معلقة نشا أو دقيق أو حتى سميد علشان يدي سمك للحليب، تبقى زي المهلبية. ونقلب ده كله على البارد. لما يدوب زي ما احنا شايفين كده، نشغل النار ونبدأ نقلب تاني لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. دي المهلبية بتاعتنا. هنحطها في طبق ونسيبها على جنب تبرد شوية، وبعدين في خلاط هنضيف المهلبية بعد ما بردت للجبنة اللي عملناها في الأول، ونضربهم في الخلاط. زي ما احنا شايفين كده. طبعا ممكن نستغنى عن الخطوة دي ونجيب قشطة جاهزة، بس دي صحية ومعمولة في البيت وحاجات مضمونة من غير مواد حافظة، بتبقى لطيفة. هنحطها في طبق ونغطيها بستريتش، وبعدين نحطها في التلاجة تبرد لحد ما نخلص بقية الخطوات. هنيجي بقى للمكون اللي هو أول طبقة، التوست. هنقطعه بالشكل ده. عندي حوالي 8 أو 9 قطع توست، نقطعها مربعات علشان نحطها تتحمص في الفرن. نحطها في صينية ونحطها في الفرن تتحمص. بعد ما تتحمص زي ما احنا شايفين كده، هنحطها في الخلاط ونضربها لحد ما تتفتفت. دي اللي هي هتبقى الطبقة اللي تحت، الطبقة الأساسية في عيش السرايا بتاعي. هنضرب كويس في الخلاط ونتأكد ان مفيش كتل في التوست وان هو كله بقى مطحون كويس قوي، وبعدين نحطه في طبق ونسيبه على جنب علشان نعمل الشربات. الشربات بس الشربات هنا هنعملهم كارمل، مش الشربات العادي بتاعنا. 1 كوباية سكر هنحطها على النار ونكرملها بالشكل ده، يعني هنفضل نقلب فيها لحد ما يبقى لونها لون الكراميل. اول ما توصل للون الكراميل وناخد بالنا انه ما يتحرقش علشان ما يديش مرارة في الطعم، هنضيف 1 كوباية مية. يبقى 1 كوباية سكر عليها 1 كوباية مية، وهنقلب لحد ما السكر يدوب مع المية ويوصل بالشكل ده. وبعدين ناخد الكراميل ده او الشربات ده ونضيفه على التوست اللي احنا طحناه في الاول. نضيف شوية شوية ونقلب زي ما احنا شايفين كده علشان نتأكد انه القوام يبقى مظبوط وما تبقاش ما يبقاش التوست معجن او يعني السوائل زايدة فيه. زي ما احنا شايفين بنضيف شوية شوية ونقلب. تمام كده. بعد كده هنجيب صينية، يفضل ان احنا ندهنها طبعا بالزبدة، ونحط فيها التوست اللي عملناه. دي الطبقة الاولى، ونفردها في الصينية ونكبسها بايدينا كويس علشان الطبقة تبقى متماسكة وما تبقاش مفرولة. الطبقة التانية بتاعتي الكريمة او القشطة العربي، زي ما اتفقنا القشطة العربي اللي احنا عملناها في الاول هنضيفها على طبقة التوست ونفردها
طبعا هي بقت متماسكة علشان بقالها يعني قعدت شوية في التلاجة. وبعدين نرش على الوش مكسرات اللي احنا حابينها. انا هنا رشيت فستق مطحون. التزيين بيبقى اختياري زي ما انتي حابة. هنحطها في التلاجة ونقدمها باردة. وطبعا كده جهزت. جربوا عيش السراي بالطريقة دي، ان شاء الله هيعجبكم. ولو عجبكم الفيديو اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واتركوا اي سؤال في التعليقات وهنرد عليكم في اقرب وقت.